يا شباب لا تسوون مثل هذه الأشياء، ترى حنا متدربين، لو سويتها يمكن تطيح على رقبتك وتموت. المهم ما طلع لهم الآيفون. أبمسككم اثنينكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا، ورجعنا لكم مرة ثانية. مو مرة ثانية إلا مرة ثانية، مرة ثانية أقصد في المكان هذا يعني. إيه؟ أوكي في المكان. مرة ثانية بفيديو أيضا جميل وممتع وكالعادة شيء ما قد شفتوه. تعرفون لعبة حبشة؟ بالضبط لعبة حبشة، لكن بيشرح لنا فيصل بالضبط وشلون بيصير التحدي. بيصير واحد يهرب والثاني يلحق وراه. حلو. إذا لمسك أنت خسرت، وإذا هربت أنت فايز. يا سلام. طبعا في شرط، وهو إنه ما يلمس الأرض. بالضبط ما يلمس الأرض. فلذلك حاطين لنا مثلا بعض الاشياء اللي ممكن تساعدنا عشان ما نلمس الارض، فاذا لمست الارض ايضا تعتبر خاسر. وتدرون وش الامتع؟ في وقت، واذا مسكت اثنين تجيك نقطتين، وبنشوف الاخير من اكثر واحد جمع نقاط. طيب في عقاب؟ لا اليوم ما في. حلو عبد الله ذك. اليوم ما في عقاب لكن في جائزه. طبعا قبل لا نبدا خيرت العيال بين الجائزتين هذه. دقيقه، واللي تابعني في سناب شات يعرف شلون خيرتهم. المهم ما طلع لهم الايفون وطلعتهم الجائزه هذه، لكن الجائزة هذه جدا ممتازة ونحبها، بالذات حنا رياضيين، وحتى مو بس رياضيين، حتى ناس العاديين، وحتى شوفوا. حتى الحيوانات تحب الجهاز هذا، لأنه فعلا يعني يرخي العضلات. فاللي يبغى جهاز المساج هذا موجود فيه أكثر من راس، أكثر من سرعة. بنحط لكم الرابط تحت في الوصف، تقدرون تدخل عليه وتطلبونه، وترى سعره جدا متميز لأنكم رياضيين يتابعون رياضيين. تدري والله كذا بالكرتون أقول لهم، أقول لهم، أقول له تبغى هذا ولا هذا؟ أكيد هذا، إذا يحسبه في حمام. طيب اسمعني. والله ترى ما في نادي رياضي ولا في لاعب رياضي محترف ترى ما يستخدم المساج. صح، ترى مره مفيد، بس احنا ترى مهملين وما عندنا يعني ثقافه المساج، لكن ترى مره مفيد. والله كذا مسج ابوك امك اذا ما عندك الجهاز. كذا والله اسويها ترى. هذه قرعه، مين اللي يبدا؟ يلا نختار هذا. يلا وشو؟ ها فيصل اول، انا الثاني. يلا الاول هو ايش يهرب؟ الاول هو يلحق بلا فاني. يلا واحد اثنين جاهزين؟ يس. ابدا. وافقاكي وانا ادري وانا. خلاص كركم صرت، كركم صرت. مين اللي لمس الارض قبل؟ اوكي معناتها نقطه. لا جاهز ابدا. يا ضربت فيك، ضربت فيك كلها. فيصل نقطة. أنا طفت قبل فتعتبر لك نقطة الظاهر. و فيصل نقطة. ها؟ يلا. المزق 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 أخي. فيصل سريع. فيصل سريع تكفى. يا اخي والله المفروض من فوق. ريت وان ابدا. فيصل اسرع يمديك عليه. ايوه عبد الله انا عليك. شفت عبد الله انا عليك. كم مرت؟ ايه
كمل كمل. What is it? والله اللي فوق امتع بكثير. خلاص؟ ايه ابدا. لا 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 يا عيال نمسنا في قهر. يا والله قهر بالله. تعطيني فرصه ثانيه. ها اسمع، انا صفر نقاط، خلنا نعيدها. انا هذه ما لي ولا نقطه، بس ابغى اعيدها عشان المتعه. لا بنعيدها. بس خل فيصل يبدا. تاخذ دوري. خل فيصل. لا والله عشان خلاص اعيد. ما صار شيء ولا. اوكي يلا شوف الخطه اللي بسويها. ابدا. يو يو شباب. فيصل تكفى. فيصل يا ولد. الوقت يا فيصل. يو عبد الله يسحب. جاك عبد الله طاح. عبد الله طاح. يو طاح فيصل. يس نقطة. فيصل نقطة. أنا ما أدري كم نتيجتي. أنا بعيد حقتي بدون نقاط، بس عشان المتعة يعني. نحسب لكم في الأخير نقاط نهائية. يلا أبمسككم اثنينكم. اثنينكم يهين. يلا شوف. يلا واحد اثنين ابدأ. مسك. يا أخي دقيقة، احنا نبدأ المفروض بكيفنا. مسك. يا قايل لكم بلمسكم اثنينكم. قايل لكم بلمسكم اثنينكم. قايل المقطع اللي راح. قايل لكم بلمسكم اثنينكم. المقطع راح معدي مصور اصلا. وشو؟ ابو زايد. فعليا ما احنا متاكدين من النتيجه، لكن نتوقع ان فيصل هو الفايز. لذلك اصبر، ما قدرت اعطيك اياه. اصبر. وش عبد الرحمن؟ لذلك بنسلم الجائزه لفيصل. تقينا عبد الله. بس دقيقه. والله اني احتاج اخضر واحد اقعد ابغى. مساج. اي والله يشغلنا دايم. صدق هو فيه. صدق والله فيه. صدق يشغلنا دايم. يروح مساج. ما عنده سالفه مشكله. على العموم بنرجع للمونتاج وبنتاكد بنشوف مين الفايز. اذا كان الفايز شخص ثاني فالجائزه بتسحب من فيصل. حلو. ضاع من الحين. ضاع. وبكذا وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى الفيديو عجبكم. اذا عجبكم لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيه عشان ان شاء الله يجيكم كل جديد. والمره هذا عاد انا الرابط تحت. والمره هذا انا ابغى اكسب اجر يا جماعه. ولا تنسون كلكم اللي تشوفون، لا تنسون تقولون هذا الشيء الحين. لا تنسون تصلون على النبي. اللهم صل وسلم على النبي. اللهم صل وسلم عليه. وتراني في الفيديو اللي راح قلت ان شاء الله التحدي الجاي باخذ الاول. ويوم صار في هذا قالوا في حل. قالوا فعل علشان هذا شديت والله. مع السلامه. اللي يبغون الرابط تحت. ايوه الكاميرا الثانيه راح. ما عاد في احد. اوكي مع السلامه. معليش.